وبالتالي فهي تعمل على تشتيت هذه القبائل، إضعاف وضعها الذي يمكن أن يكون بمثابة العصا التي ستوجه إلى رؤوسهم. يحاولون تشتيت هذه القبائل لأنهم يدركون أن هذه القبائل وكل الشعب اليمني يرفضهم ويرفض معاملتهم وسلوكياتهم الإجرامية التي يقومون بها. الآن ما يجب أن يتم في الفترة الحالية، أولا أن يكون هناك تضامن شعبي، وأن يكون هناك عمل من أجل توحيد طاقاتنا الوطنية بشكل عام، لأن العدو في هذه المرحلة هو هذه الميليشيات التي يجب أن تردع ويتم إيقاف ما تقوم به من جرائم، ما لم فإنها ستستمر في هذه الأعمال العدوانية التي تمارس ضد الناس، والتي تسبب يعني أعمال قتل مستمرة، أعمال نهب مستمرة، إضعاف للمواطن اليمني، إفقار للمواطن اليمني. وبالتالي لابد أن يكون هناك الآن حالة وعي حقيقية للتضافر الجهود ما بين المواطنين وأيضا الطاقة الشرائح الاجتماعية بشكل عام، بالإضافة إلى الجيش الوطني والقيادة الشرعية للتحرك بشكل عام وإيقاف هذا الخطر الذي أصبح ضرره كبير جدا على المواطن اليمني.